أهلا بكم إلى موجز للأخبار، والبداية من مكتب التحرير مع الزميل آدم شمس الدين. مساء الخير آدم، ماذا لدينا لهذه الليلة من عناوين بارزة وتقارير في نشرة المساء؟ بداية، انطلاق عملية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يوم غد، وذلك بعد تأخير حوالي سنة من بدء هذه العملية، وتحديدا بعد مرور أكثر من 9 أشهر أو 10 أشهر من إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان. بالإضافة إلى ذلك، هل تسمح المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النواب باستمرار ملاحقة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار للنواب بعد دخول المجلس النيابي بدورته العادية، وبالتالي عودة الحصانات على النواب، وذلك في موضوع من إعداد الزميلة ليال بموسى. بالإضافة إلى ذلك، وصول الموفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين، ولقائه رئيس الجمهورية في تقرير للزميلة حليمة طبيعة، وأيضا الموضوع الأهم اليوم وهو ارتفاع جنوني لسعر المحروقات ورفع الدعم كليا عن هذه المادة مع الزميلة زهراء فردون. زهراء، اليوم كنت بمواكبة تداعيات قرار رفع صفيحة البنزين وكل المحروقات، كيف كان المشهد اليوم على المحطات؟ هل في عجقة في طوابير او حتى ما في سيارات؟ يمكن فعليا اختفت الطوابير، حتى ما كان في سيارات لنقدر نكون عم نحكي، حتى لناخذ شهاده بعض الناس والمواطنين اللي كانوا عم يجوا تيعبوا خزانات سياراتهم، كان عدد جدا قليل. كان ارتفاع جنوني وارتفاع قياسي بسعر صفيحه البنزين لم يشهده تاريخ لبنان مسبقا. تحديدا ارتفعت سعر صفيحه البنزين عن الاسبوع الماضي 25%، قرابه 60,000، وهذا الشيء ما صار بتاريخ لبنان نهائيا. وصل سعر صفيحة البنزين ل 303,000، قرابة 303,000 ليرة لبنانية. وطبعا برر الخبراء الاقتصاديين انه هذا الارتفاع هو ارتفاع غير علمي وغير منطقي. اكيد رح نكون بالمزيد من التفاصيل بالنشرة المسائية. شكرا لك زهراء. طبعا سينعكس هذا الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات على كلفة الانتاج فيما يتعلق بكل النشاط الاقتصادي في البلد، مع الإشارة بأن أسعار السلع من ربطة الخبز إلى كل السلع تضاعفت أسعارها بمجرد الإعلان عن هذا الارتفاع بالأسعار للمحروقات من المازوت والبنزين بكافة أنواع. هذه أبرز المواضيع جورج في النشرة المسائية، عودة إليك. شكرا آدم شمس الدين. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني السفير المصري لدى لبنان ياسر العلوي، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وظهرا استقبل بري رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة أموس هوكشتاين والوفد المرافق في حضور السفيرة الأمريكية دوروثي شاي. وجرى بحث ملفات متعددة لاسيما ملف ترسيم الحدود، وجرى تأكيد اتفاق الإطار الذي أعلن عنه في تشرين الأول العام الماضي. وأشار الرئيس بري إلى أننا أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الأمريكية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار. وأثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن. وقد عكس الموفد الأمريكي لرئيس بري أجواء تفاؤلية للتقدم إيجابا حول هذه العناوين. أكدت وزارة الطاقة أنها ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، مشيرة إلى أن عوامل عدة تؤثر مباشرة في تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتا ومضمونا. وشرحت الوزارة في بيان أن الجدول يخضع لآلية اعتمدت بناء على أمرين: الأول عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخليا، موضحة أن السعر يحدده مصرف لبنان وفق منصة صيرفة، والثاني ناجم عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا. وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الأشغال والنقل تحديدا لضمان نقل مشترك منظم ومريح للمواطنين ولدعم سيارات النقل العمومي والنقل العام. علق رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس على جدول تركيب أسعار المحروقات المتحور قائلا إن القفزة الجنونية في أسعار المشتقات النفطية ولا سيما الغاز التي شرعت بقرار من وزارة الطاقة اليوم تؤكد أن سياسة الحكومة المعتمدة هي من معه يعطى ويزاد والفقير إلى مزيد من الإفقار. ودعا إلى دعم السائقين فورا، وإلا فستكون هناك تعرفة جديدة توافق أسعار المحروقات التي قررتها الحكومة اليوم. وختم قائلا الاثنين المقبل تعرفة جديدة إذا لم تبادر الحكومة إلى المعالجة الفورية.
زار وفد من منطقة دير الأحمر برئاسة راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة بلدة الزعارير غرب بعلبك، معزيا بشهيد حركة أمل حسن مشيك الذي قضى الخميس الماضي في أحداث الطيوني. وكان في استقباله وفد من قيادة حركة أمل وفعاليات البلدة. وقال المطران رحمي: الخسارة واحدة، وخسارتكم خسارتنا، وحزنكم حزننا، وأن لبنان دفع منذ القدم كثيرا من الفواتير، وكان من المفترض بنا أن ننتهي من المآسي والخسارة. نفذ متقاعدو قوى الأمن الداخلي اعتصاما في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس رفضا لتردي الأوضاع المعيشية، معلنين انضمامهم إلى حراك 17 من تشرين واستمرارهم في التحرك حتى تحقيق مطالبهم. اليوم متقاعدي قوى الأمن الداخلي اللي خدموا عشرات السنين نزلوا على الشارع ليستنكروا الشيء اللي عم تعملوا هيدي السلطة. اليوم هيدي هول الشباب عم يلتحوا بثورة 17 تشرين، وبأهداف ثورة 17 تشرين النظيفة العفيفة اللي عم تطالب بحقوق الناس. اليوم هول العسكر كلياته هذا خدم 30 سنة و 28 سنة تيطلع بكرامة، اليوم عم يهينوا لنا كرامتنا، عم يهينوا كرامة كل الناس. فلذلك نحن نزلنا على الشارع على منا طالعين إلا بتحقيق الأهداف. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.